صراحة هيدا البوكس صار له سنين فترة، بس قلت بس اعمل فيديو حافتحه. يعني تخيلوا انا ما بعرف شو بقلبه، ليكو بعده ملزق. ليكو طلعوا ادفنت كالندر. واو ليك شو حلو الباكجينج. اوكي هيدا فيكم تشوفوه على ماي انستا، ما حافتحه هلا. بس فكرت انت ايه؟ يا الله ان شاء الله بهالفيديو يبعثوا لي. كثير بحب اعمل انبوكسنج صراحة. هلو جايز كيفكم؟ جايز عملت ماي ميك اب هلا لانه زهقت صراحة بالبيت، ما عملت شي لامبارح ولا اللي قبله ولا اللي قبله، فكتير زهقت. ف اللي بعد شوي حشيله، ما له عازق ابدا. قررت اعملكم فلوج لبكرة، نحن ويك دايما ويكند ولا شي، بس هلا بقلكم. يعني المهم اذا بتحضروا ماي فيديوز قبل، دايما قبل النهار ببلش لكم ماي فلوجز. اول شي هلا حاعمل اساينمنتس، وبعد شوي حشيل ماي ميك اب واعمل ماي سكين كير واتحمم واعمل ماي هير كير وكل شي. بس هيك بتعرفوا هيدا هيك قبل ما تتحمموا وكيف بتحبوا تعملوا اكسبيرمنت، فعملت اكسبيرمنت على وجهي. بكره صراحه المفروض يكون productive morning، ما بعرف اذا حيكون نهار او كذا نهار فلوج، انه مثلا انه بكره واللي بعده واللي بعده حطهم سوا. بس بكره الصبح رايحه انا وبنت خالتي على كوفي شوب، عندي كتير درس كتير 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 من شوي. قلت انه بنظهر انا وياها انه بنجيب كوفي بنجيب شي ناكله وبندرس، لانه صراحه ما حدا فينا قادر يركز بالبيت، فانه سنظهر احسن. وبعدين بعد الظهر عندي صف لاجري مع ماما، فقلت باخذكم معي لانه صراحه صار لي كثير زمان ماني هالقد برودكتيف. اخر مره هيك رحت كلاس كنت بعدني بلبنان، رحت بلاتيز مع رفيقتي. مثل ما بتعرفوا انه الوضع بلبنان بعده هو زيته، حتى اذا شيء صار اسوء من اخر فيديو لهلا. بس حابه اذكركم انه ماي ديسكربشن بوكس من هلا لالله يفرجها وان شاء الله ينتهي الوضع قريبا. بس دائما بماي ديسكربشن بوكس حتلاقوا لينكس لتبرعات ولينكس وين فيكم تساعدوا العالم. ما قادرين تتبرعوا، ابسط شيء فيكم تعملوه هو انه تدعوا، والله ما بيترك حدا والله بيستجيب الادعية. بس حابه اذكركم مثل العاده قبل ماي فيديوز، وان شاء الله يا رب الله يفرجها. راح قلت انه الطريقه الوحيده اللي بقدر اشتت فيها انه مثل افكاري شوي اذا بعمل فلوجات وبعبي وقتي، وانا صراحه ما كان عندي بلانز لبكره، بس قلت خليني اعمل فلوج لاخترع بلان، لانه اذا ما عملت فلوج ما حيكون عندي بلانز. عرفتوا انا هلا تحممت، عملت ماي سكين كير وعملت ماي هير كير وعندي درس، بس عم بكتبهم اول شيء على ماي نوتس لانه عم شرج ماي ايباد، وبس يشرج حرجع احطهم على الوورد دوكيمنت. فا يا عم بدرس. هلا خلصت ماي اونلاين كلاس، واخر شي 5 دقايق من الاونلاين كلاس بلشت جهز حالي. يعني واو حلوين شعراتي. راح اشي كوفي شوب بدنا ندرس، راح عندي درس وهي عندها اساينمنتس وسبمشنز وهيك، فقلنا بنروح على محل 10 minutes max يعني، راح اطلع من البيت ساعه هلا 12:30. بس هيدا ماي اوتفيت، لبست بلاك اون بلاك، وهالباك فيها ماي لابتوب وكل شي بدي. جوزي كانت عم تعمل لي بولينج لانه نحن جينا ندرس وما كثير درست. بشوف ورقتها ليكو هي شو درست، ليكو شو درست. ليكو هلو هلو هلو، هيدا اللي درسته. جايز وحيد انا عم بطلع على اللابتوب بدي اتكلم. هاي جايز، نحن رجعنا من اور كوفي شوب ستادي ديت. انا المهم جايز بيت ليدا كانكم فايتين على الاسكيمو، فاخذت جاكيت لانه كثير ثلجت، وبحس ماما حتجي تاخذني بعد شوي، ف انطر ماما. جايز غيرت تيبي للجيم، هي هم ماما اجت اخذتني. هيدا ماي اوتفيت.
بس خلصنا صراحة كتير تعبت، ما لقيت ترولي لأشوف شي أكله، بس ما لقيت شي أنا باكله، فجبت لماما سلطة بدي إياها وجبت لقلي شوكولا. هاي جايز، أكلت وخلصت وهلا برجع أدرس. جايز كتير عندي درس، مع إنه على فكرة الوضع ما بعرف كيف عم يعطونا هالقد دروس، وحياة الله في عالم بعدها بلبنان، يعني الواحد بهيك سيتويشن ما بحس فيه يركز، بس عندي كتير قصص، عندي كتير سبمشنز ومنهم صور ومنهم انترفيوز ومنهم اسيز. لا عم بشتغل على ماي بيكتشرز اللي اوريدي صورتهم، تهيك بس اعمل سبمت برتاح بحس حالي خلصت. هلا حطيت تونيك على شعري، بس هيدا ما بتغسلوه، بضل انه على روتس، بتحطوه بالمحلات اللي انه مثلا شعركم بهر او عندكم فراغات او هيك، كأنه ما عندي مشكله بشعراتي من تحت، انه بنن عباية بس بنن خفيف عادي، بس من فوق بيعدي فراغات، وانه ما بيبينوا كتير، بيبينوا اذا كنت على البحر او اول ما اتحمم هيك، انه فيكم تشوفون. هيدي ماي ديرما رولر، هيك فيها هيك ميني نيدلز بتفتح المسام يعني. كويس هيدا الكريم عطاني الدكتور كرمال هيدا الديسكولوريشن اللي عندي، بصراحة ما بعرف اذا عم بشوف فرق، بس انه ما بعرف. هلا رح كفي درس. I'm gonna kind of break it down because I know there's a lot of organization helping the movement or not. Is it surely you the guardian I keep takes larger decisions and knows what's best. But kind of taking this example of a no. Hi guys, الساعة هلا 5:30 وأنا خلصت my online class. ليكو شو وصلني؟ اللي كنت عم بنطره امبارح؟ ما بعرف امتى قلت لكم انه عم بلكم unboxing، عم طلع منه التياب، وصل التياب. I'm so excited. Guys, ليكو هيدي أول قطعة عندي إياها. بتجي 2 pieces، بتجي هيدي مثل شوي كروب توب، ما بعرف حسب الجينز اللي بتلبسوه معهم. بتجي معها هيدي الكارديجان، وهيك من فوق كلهم راينستونز. Guys صراحة كتير حلوة للشتوية، والماتيريال بتجنن ليكو guys. واو. Good guys، بعدين عندي هيدا السات. بتجي هيدي البودي مع هيدي كارديجان جاكيت، ما بعرف بس شكلها هيك، بس تلبسوها انه هيك عرفتوا يعني، ما بعرف كيف. بس صراحة كتير حلوين والماتيريال بتجنن ليكو guys. بعدين عندي هيدي ليكو، قد ايه حلوة، قد ايه مرتبة. ما بكلت الزر اللي فوق، بس انه بعد في زر، بس بتجي هيك. لهلا كل شيء عم قيسه الماتيريال بيسطل ليكو. بعدين عندي هيدا السات، بيجي هيدي السكرت مع هيدي السواتر. صراحة عندي ميكس فيلينجز، لأنه أنا ما كثير بحب الهاي نك، فما بعرف، بحس هيك أحلى أصلا من لما كنت مطوية مرتين، بس إنه ما بعرف قديه حلبس عرفته. وبحس حتى السكرت بتلبس مع إنه توب كم طويل مثلا، أو فيكم تعملون هيك كمان، ما ضروري يوتكت إن يعني. كويس بعدين عندي هيدي اللي بتجي هيك مثل جاكيت كود، ما بعرف، وهيك هيدا الشيء اللي عليه، بحس هلا شفتوه كثير عم يطلع على تيك توك. كويس بعدين جبت شيء كثير مش انا وكثير اوت اوف ماي كومفورت زون. اول شيء هيدا الجاكيت اكيد حلبسه، كثير مريحه، بس البانتس ما بحس بلبسهم صراحه، بين قصار شوي، مع انه انا ماني طويله، بس اذا عملتهم هيك كثير بيكونوا قصار، بس هيدي كثير عجبتني ولونها بينك. ايربورت اوتفيت، بكون شكلي مثل باربي اذا بتسافر هيك. جايز ليكو هيدا اخر شيء عندي، بتجي هيدي كثير اوفر سايزد جاكيت او كوت ما بعرف، ومع بوكيتس، احلى شيء انه في جيوب وكثير مريحه صراحه. جايز هيدا كان كل شيء واصلني. جايز عن جد الكواليتي واو، هيدي اول مره بيعجبني كل شيء كل شيء كل شيء وصلني. حاحط لكم ديسكريبشن ايتم اي ديز واللينكس لكل شيء جربته، حاطه لكم سيرش كود هي على السكرين وبالديسكريبشن، بتعملوه يو شوب شي ان، وعندي ديسكاونت كود بيعطيكم اب تو 90% على حسب القطع. فصراحه جايز لازم تشيك ات اوت. اي جايز وبس، هول هن اللي وصلوني هلا صراحه. ونشوت جايز، ما كان عندي اليوم اونلاين، ما فتحوا لي كلاسز يعني، ففقت على راحتي، فقت على راحتي كتير يعني، بكره ما بعرف كيف حفي على صفي، بس طلبت قهوه بس فقت. وعندي اساينمنت ديو بالليل، يعني انه 12 بالليل، فهي تقريبا خالصه يعني، بس بدي اتاكد منها. قاعد عم بعمل دبل تشيك لماي اسي،
انه عم بعملها بروف ريد. كايز ماما عملت لي لازانيا ماي فيف. كايز خلصت غدا من شي 3 ربع ساعة ما بعرف. المهم انه هلا هجهز لانه معزومين انا وماما عند رفيق ماما. هو المشوار منه حرزين لا حط ميك اب ولا جهز حالي، انا رايحين نادي نسهر عنده. بس انا اذا ما عم بظهر من البيت، اي فرصه بتجيني اظهر من البيت عم زبط حالي فيها. هيك وليك الاخبار ما بتوقف، تليفوني ما بتوقف. هذا ماي اوتفيت، بس الطوله اللي وصلوني من شي ان صراحه كثير حلوين. يعني دغري دشنتهم اصلا، تقس عم يبرد شوي وهلا بالليل ففي شويه هواء. مع جينز اسود وهيدي الباوتش. ام ريدي. وهلا حنمشي انا وماما. جايز انا صرت بالبيت الساعه 11 وربع. عندي اساينمنت ديو على 6 الصبح، بدي اعملها دبل تشيك هلا قبل ما اعملها سبمت وهيك. بعدين المفروض ما عندي شيء. بس بحس انه خلص خلصتها فحاملها سبمنت، ما بعرف ان شاء الله منيحة صراحة. عندي another essay لبكرة بالليل، بس عم فكر انه اذا باخد شوية بريك وبشوفها او انه بتركها لبكرة، لانه كمان بس بدي رجع يعني انه مفروض كتبتها بس كتير صعبة هاي لبكرة، عن جد كتير صعبة. هاي فار سلام. كايز ليكو كله مفرطة، كله بديري. مشتقين يا جماعة، اشتقتلكم. تعالوا تفضلوا على بيجان. هاي جايز، لقيت عنا بالبراد ايس تي فاخدته. حخلص هيدا الفيديو هون لانه بس هيك كان شوي ريسات دايز ان ماي لايف. عم جرب كون برودكتيف، جرب غير انه ماي مود شوي، وكمان اشتغل على ماي اساينمنت لانه كتير عندي اساينمنت. يعني هلا انا عم بصور هلا عم بعد معي ساعة لميد تيرم، وعم برجع ارجع واتاكد منه واتاكد منه. المهم حخلص هيدا الفيديو هون، بس بليز ارجع اذكركم جايز انه بالدسكريبشن بوكس حتلاقوا لينكس لتبرعات للبنان. ما بعرف قد ايه الواحد حيضل بهيك وضع، عرفتوا؟ ان شاء الله كل شيء يتحسن، الله يصبر كل العالم اللي خسرت حدا، وخلوا ايمانكم بالله كبير. وبس جايز، ان شاء الله برجع بشوفكم بماي نيكست فيديو.